طبعا زي ما احنا عارفين ريبز عددهم 12، من 1 لـ 7 بنسميهم ترو ريبز. ليه؟ لان دولت متحدين بوستيرولي مع البودي والتيوبريكل بتاع الثوراسيك فيرتبري، وانتيرولي متحدين هنا مع الاسترنوم. فمن 1 لـ 7 بديهم الاسم اسمهم ترو ريبز. نيجي بقى من اول 7 لحد 12 دول بنديلهم اسم اسمهم ايه؟ فولس ريبز. بس خد بالك بقى، من اول 8 و9 و10 دولت صحيح ورا متحدين مع البوديز مع الثوراسيك فيرتيبري، قدام متحدين مع بعضيهم. ازاي بقى؟ قال لك 10 متحده مع الكوستال كارتج بتاع 9، و9 متحده مع الكوستال كارتج بتاع 8، و8 متحده مع الكوستال كارتج بتاع 7. يبقى عشان كده بنلاقي 8 و9 و10 دولت بينطبق عليهم فولس ريبز مظبوط. وبنخلي 11 و12 اللي هما متحدين ورا مع الثوراسيك فيرتبري وقدام مش متحدين مع اي حاجه خالص الا الاتاشمنت بتاعتهم للديافراج، دولت بنديلهم الاسم بنسميهم فلوتنج ريب. يبقى التقسيمه ممكن اقسمها من 1 لـ 7 ترو ريب معلهاش اختلاف، 8 و9 و10 فولس ريبز، وبعدين 11 و12 اللي هم عايمين اللي هم ماسكين ورا في الفرتبري قدام في الدافراج، بنديلهم الاسم بنسميهم فلوتنج ايه ريبز. الكلام ده واضح في طبعا هنا بيبان حاجه، ادي الريبز هم ال 12 زي ما حضراتكم شايفين. تبص تلاقي الريب ادي ده البوستيرور اند بتاعتها الهيد والنيك والتيوبريكل، المفروض ده اللي بتتحد مع الفرتبري قدام، بتتحد مع ما تتحدش مع الاسترنم مباشرة. لا ابص الاقي فيه هنا جزء اسمه كوستال كارتليج تواصله ما بين الاسترنم وما بين الريبز وما بين الريبز نفسها كبون. دي كل دي اسمها كوستال ايه كارتليج. طبعا لا ننسى ان من 1 لـ 7 بنديلهم اسم اسمهم ترو ريبز، 8 و9 و10 فولس ريبز، وبعدين 11 و12 دولت بنسميهم floating.